السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على آخر موضوع معانا في الاستاتيك اللي هو السنترويد and moment of inertia. لو جينا فتحنا الريفرنس هاند بوك هنلاقي في اليمين في الصفحة الأولى ده ما يخص المومنت اوف انيرشيا كقوانين، بس طبعا يعني دي هتتوضح بأمثلة وما اعتقدش ان انت هترجع لها وانت بتحل المسائل. احنا اللي هنستخدمه في المومنت اوف انيرشيا القوانين بتاعت المومنت اوف انيرشيا، زي مثلا المومنت اوف انيرشيا للشكل المستطيل دوت بي اتش تكعيب على 12 اللي احنا عارفينها، وهكذا. دي اشكال مختلفة من المومنت اوف انيرشيا. لو هو سألك لأي شكل منهم تقدر تطلع القانون على طول وتحسبه. تعالى نبتدي الأول بالسنترويد. ممكن يجيب لك مسألة زي المسألة دي في الامتحان ويقول لك احسب لي السنتر لاين بتاع الشكل دوت. هو هنا بيقول لك what is the approximate x and y coordinate the centroid of the area of shown. طبعا ده شكل مستطيل ولكن في فراغ عبارة عن دايرة هنا وعبارة عن مستطيل هنا او مربع هنا، وبيقول لي احسب السنتر لاين بتاعه. اول حاجة هي خطوات ثابتة، أول حاجة بتحسبها بتحسب الإريات. أنا عندي A3 بتساوي كام؟ 4 سنتيمتر مربع اللي هي 2 في 2 اللي هي الإريا دي، وعندي الإريا 2 بتساوي باي دي تربيع اللي هي 4 على 4، يعني بيساوي 12 56 سنتيمتر مربع اللي هي الاريا بتاعت الدايرة، وعندي الاريا توتال اللي هي عبارة عن 10 في 8 يعني ب80 سنتيمتر مربع، وعندي الاريا نت اللي هي عبارة عن الاريا توتال ناقص الفراغ الدايرة ناقص فراغ المربع، يعني بتساوي 63 و44 مية سنتيمتر مربع. بنعمل ايه؟ احنا بناخد عزوم حوالين الاكس عشان نجيب السنتر في اتجاه الواي، يعني سيجما ام سيجما. بناخد ايه؟ عزوم المساحات. المساحة في السنتر لاين بتاعها بعده عن اكس كام؟ سيجما ام حوالين اكس اكس، تمام. هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن 80 اللي هي الاريا توتال في السنتر لاين بتاعها اللي هو كام؟ 5 اللي هي دي، ماشي. طيب ده التوتال. طب تعالى نطرح منه الاريات التانية اللي هو ايه؟ الـ 12 56 اللي هي الدايرة في كام؟ في 7. هو عطيهاني مشكورا بعد السنتر لاين منها عن اكس، ناقص الاريا التانية اللي هي كام؟ 4 في البعد بتاعها اللي هو من هنا لهنا اللي هو عبارة عن 2 سنتي. طب الكلام ده بيساوي ايه؟ الكلام ده بيساوي الاريا نت في
الايه الواي بار اللي انا عايزها. من المعادلة دي الواي بار هتساوي 4.79 سنتي، يعني تقريبا 4.8 سنتي. ده كوردينيت واي. كوردينيت اكس بالمثل، ولكن هاخد في المرة دي العزوم حوالين واي واي، وهقول ان المربع ده بالكامل في البعد بتاعه اللي هو 4 سنتي، والمربع ده في البعد بتاعه، والدايرة في البعد بتاع 5 سنتي اللي هو عطوني، بيساوي النت في الاكس بار هيديني الاكس بار، هتطلع 3.9. الإجابة بتاعتنا 4.8، وكان ممكن أكتفي بحل إن أنا جبت الواي، لأن أنا عندي الواي أهي ب4.8، ومفيش عندي في الاختيارات غير 4.8 واحدة. ولو سألك عايز السنترويد يعني ايه، لاحظ لو سألك عايز السنترويد اوف فوليوم نفس طريقة الحل، بس بدل ما بتضرب في اريا بتضرب في حجم. ماشي تمام. هنتكلم بعد كده بعد ما خلصنا السنترويد على المومنت اوف انيرشيا، هناخد عليه مثال علشان نفهم الموضوع بطريقة مبسطة. بيقول لي what is the moment of inertia about x axis. طيب علشان احسب المومنت اوف انيرشيا للشكل دوت حوالين الاكس اكسس، انا ممكن احسبه بطريقتين. تمام، بس خلي بالك من حاجة، هو بيقول لك على طول what is the moment of inertia about x axis. في مسألة تانية هناخدها هتوضح حاجة تانية، بس خلينا واحدة واحدة. طيب عشان احسب المومنت اوف انيرشيا بتاع الشكل ده، ممكن اعمل اول حاجه اقول سوليوشن 1، وده بالنسبه لي انا بحس انه ده سهل، يعني ان انا بحسب المومنت اوف انيرشيا بتاع المستطيل ده. تمام، وبطرح منه المومنت اوف انيرشيا بتاع المستطيل ده والمستطيل دوت اللي هو الفراغ. تعال نحسب المومنت اوف انيرشيا بتاع المستطيل التوتال اللي هو اي توتال، بيساوي كام؟ طيب لو جيت فتحت الريفرنس هاند موك على المومنت اوف انيرشيا عند المستطيل، هتلاقي ان المومنت اوف انيرشيا هو كاتب لك هنا ان ده عبارة عن اي اكس سي، ده المومنت اوف انيرشيا حوالين السنتر لاين. تمام، اللي هو حوالين السنتر لاين هنا، ده السنتر لاين مسميه بي اتش تكعيب على 12. طيب انا في المسألة دي لما هاجي احسب المومنت اوف انيرشيا بتاع الشكل الكبير ده، احسبه عند السنتر لاين
لا هو مش قال لي about centroid. لو كان قايل لي about centroid كان هيبقى بي اتش تكعيب على 12، لكن هو بيقول لي about اكس اكس. طب اكس اكس ده فين؟ اكس اكس ده عند الحد بتاعه تحت. طب تعال نشوف الكيس دي هنا، انا عندي اكس اكس اهو شايفه تحت اهو. طيب اكس اكس ده تحت المومنت اوف انيرشيا بتاعه كام؟ اللي هو اي اباوت اكس، هي كام؟ بي اتش تكعيب على 3، بي اتش تكعيب على 3. يبقى دي الكيس بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طيب يبقى اي توتال هيبقى بيساوي بي اتش تكعيب على 3، يعني هيساوي 6 في 6 تكعيب على 3، يعني هيساوي 432، وطبعا دي وحداته سنتيمتر اس 4. طيب تعالى نحسب مومنت اوف انيرشيا بتاع واحد من دول لانهم متشابهين ونضربه في 2، وليكن نسميه اي داش. اي داش بيساوي كام؟ بالمثل بي اتش تكعيب، انا عايزه تحت عند الحد اللي تحت، على 3، يعني هيساوي 2 في 4 تكعيب على 3، يعني هيساوي 42، 67 سنتيمتر أس 4. يعني معنى كده إن الـ I net اللي أنا عايزها بتساوي 432 ناقص 42، 67، يعني هيجي لنا 346، يعني تقريبا 350 سنتيمتر أس 4، ودي الإجابة بتاعتنا. طب ده سوليوشن نمبر 1، دي يعني طريقة حل. تعال ناخد طريقة حل تانية، سوليوشن 2. هنشتغل عادي، هنقول ان البي اتش تكعيب على، ناخد الشكل ده الأول نحسبه، وهناخد الشكل ده اللي هو ده كده، وبعدين هناخد الشكل ده تاني ونحسب المومنت اوف انيرشيا بتاعته ونجمع الاتنين مع بعض، نسمي ده اي واحد ونسمي ده اي اتنين. نحسب اي واحد واي اتنين، هتبقى الاي توتال هتساوي اي واحد زائد اي اتنين. تعال نحسب اي واحد، هتساوي انا عايز المومنت اوف انيرشيا بتاعت الشكل ده عند الحد بتاعه تحت، يعني كام؟ بي اتش تكعيب على 3، يعني هيساوي 2 4 تكعيب على 3. طيب اي 2 هيساوي كام؟ طيب انا عايز المومنت اوف انيرشيا بتاع الشكل ده عند الاكس ده، هنحسب في الحالة ديت الـ I 2 C عند السنتر لاين. يبقى احسب هنا، هحسب العزم حول السنتر، وبعدين انقله عند الاكس المطلوب. دي القاعدة، احسب العزم عند السنتر واحوله عند الاكس المطلوب. طب العزم عند السنتر لو جينا بصينا في الريفرنس هاند بوك اللي هو عند السنتر بيرمز له بالرمز سي تحت، عبارة عن بي اتش تكعيب على 12، يبقى العزم عند السنتر بي اتش تكعيب على ال 12. طيب انا عايز احوله عند الاكس اكس اكس، عند الاكس اكس تحت، يبقى بعمل ايه؟ بعمل زائد، دي القاعده، زائد الاريا بتاعت الشكل في المسافه من السنتر لاين للاكس اللي انا عايزه تربيع. يبقى تعال نعوض، البي بكام؟ البي ب 6 في 2
تكعيب على 12 زائد الاريا بتاعت الشكل اللي هي عبارة عن 2 في 6 في المسافة تربيع اللي هي هتطلع لنا هنا 5 سنتي تربيع. يبقى جبت ده وجبت ده مجموعهم هيطلع لي 346. تمام. يبقى القاعدة لما أحب أنقل الإنيرشيا بتاعت أي شكل لأكس معين، بحسب الإنيرشيا بتاعت الشكل ده حوالين السنتر لاين بتاعه وبنقلها للأكس، إني بضيف عليها الأريا بتاعت نفس الشكل في مربع المسافة ما بين السنتر لاين بتاع الشكل والأكس اللي أنا عايز أحسب عنده. تعالى ناخد مثال كمان. المثال بيقول هنا بقى ايه، what is the centroid moment of inertia with respect to x axis, the centroidal y coordinate is 3.8. هو عايز المومنت اوف انيرشيا بقى هنا للشكل دوت with respect to x، وبيقول لي ان السنترويد بتاع الواي كنت يعني السنترويد في مكان ما هنا على بعد 3.8 سنتي. يبقى نقول ان الـ I centroid حوالين الـ X هيساوي الـ I centroid اللي هو بتاع الأولاني زائد الـ A1D1 تربيع زائد الـ I بتاع السنترويد التاني زائد ال A2 بتاعته في ال D2 تربيع. تعال نعوض، هنقول الشكل الأولاني اللي هو هيبقى عبارة عن 2 في 4 تكعيب على ال 12 اللي هو الشكل ده اللي هو ال IC الأولاني، لأن أنا بحسب عند السنترويد. هو قال لي سنترويد مومنت اوف انرشيا، ما قاليش المومنت اوف انرشيا. المسألة اللي قبل كده كان بيقول لي المومنت اوف انيرشيا بس، لكن هنا بيقول لي السنترويد مومنت اوف انيرشيا. يبقى 2 4 تكعيب على 12، لازم ناخد بالنا من النقطة دي. هو بيسأل في ايه؟ بيقول لي المومنت اوف انيرشيا بتاع الشكل ولا السنترويد مومنت اوف انيرشيا. 2 في 4 تكعيب على ال 12 زائد الاريا بتاعته اللي هي عبارة عن 8 في 3.8 ناقص 2 الكل تربيع زائد 6 في 2 تكعيب على ال 12 الكلام ده زائد الاريا اللي هي 12 في 5 ناقص 3.8 تربيع اللي هي المسافة التانية. الكلام ده هيطلع 57.9 سنتيمتر مربع، يعني تقريبا 58. إجابة ب. ناخد آخر حاجة في الاستاتيك اللي هو الريديوس اوف جاريشن. الريديوس اوف جاريشن ليه قانون موجود في الريفرنس هاند بوك، والريديوس اوف جاريشن دي احد خواص القطاع وبيستخدم في الديزاين. الناس اللي بتشتغل في الديزاين ده من ضمن البروبرتيز بتاعت القطاع، والقانون بتاعه زي ما احنا شايفين اهو هنا بيبقى عبارة عن الار
اللي هو الريديوس اوف جريشن بيساوي جذر الاي على الاريا. بس هو طالب radius of variation لإيه؟ about إيه؟ about x ولا about y ولا about z ولا about polar؟ البولر هناخد عليها مثال في المراجعة ونفهم يعني إيه البولر inertia. عامة هي بتبقى عبارة عن ال i x زائد ال i y، مجموع الاتنين moment of inertia في اتجاه ال x والاتجاه ال y. المهم احنا هنتكلم على الـ radius of variation، هناخد عليه مثال. ده بيبقى تعويض مباشر على طول في القانون. هو بيبقى عايز يعرف بس انت عارف مكان القانون في الريفرنس هاند بوك ولا لا. بيقول what is the approximate radius of variation about horizontal axis، يعني about x passing through the centroid. يعني ال Rx هتساوي جذر ال Ix على الاريا، يعني هيساوي جذر ال Ix. هنحسبها؟ لا، تعال بص في المسألة هتلاقيه هو بيقول لك ان الايه المومنت اوف انيرشيا حوالين الاكس ب 57. وفر عليك تحسبها على الاريا، الاريا بتاعت القطاع برضو تعال نحسبها، هتبقى 2 في 4 زائد 2 في 6، يعني هتساوي 20. الرقم ده هيطلع لنا 1.7 سنتي. كده يبقى احنا خلصنا الاستاتيك. ان شاء الله المحاضرة القادمة هناخد جنرال ريفيو على الاستاتيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.